يا صباح الفل يا كريم ويا صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار اللي متعلقه بالنادي الاهلي، سواء الفريق الاول لكره القدم او النشاط الرياضي. وكالعاده خلينا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم. الفريق بيواصل تدريباته على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون النهارده الساعه 2 والتدريب هيكون الساعه 3 استعدادا للمباراه المقبله، وان شاء الله بعد التدريب الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراه امام الانتاج الحربي اللي هتقام بكره ان شاء الله يوم الثلاث، وهتكون في تمام الساعه 7:30 مساء على ملعب الاهلي والسلام. الفريق يا كريم بيستعد بشكل قوي جدا للقاء ده، ويعني يمكن من اهم الحاجات يعني في الاستعدادات امبارح الفريق خاض تقسيمه بطول الملعب تراي ماتش، شارك فيها جميع اللاعبين واثنين من حراس المرمى، ويعني يمكن برضو المدير الفني بيتسو موسيماني حرص على ان هو يعني يتكلم شويه مع اللعيبه خلال المران، ويمكن برضو وقف التقسيمه كذا مره وعدها كذا مره عشان يعني يصحح بعض الاخطاء اللي يعني وقع فيها اللاعبين خلال المران، ويطالب اللاعبين بتنفيذ جميع تعليماته والجانب الخططي. طبعا يعني كل دي استعدادات للمباراه عشان يظهروا بشكل اقوى خلال يعني المباراه امام الانتاج الحربي بكره ان شاء الله على ملعب الاهلي والسلام. وكمان ثلاثي النادي الاهلي عمرو السوليه، محمود وحيد وجونيور اجاييه امبارح ادوا بعض التدريبات التاهيليه في المران. يعني عمرو السوليه طبعا عشان رجع بعد تعافيه من فيروس كورونا، وجونيور اجاييه من يعني عشان هو بيشتكي طبعا من إصابة في وتر الوحشي، ومحمد محمود بعد ما اشتكى الفترة الماضية ببعض الآلام في الركبة. كمان محمد محمود وكريم ندبد أدوا بعض التدريبات في الجيم برضو عشان يتخلصوا من الإصابة ويكونوا متواجدين الفترة المقبلة مع الفريق، ويعني يكونوا متواجدين في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة مع الفريق. ده بالنسبة لي أخبار الفريق الأول لكرة القدم. بالنسبة لي أخبار النشاط الرياضي، وقبل يعني ما يخش على أخبار النشاط الرياضي خليني أبارك لفريق كرة الماء 2003 بعد فوزه على نادي هليوبلس في بطولة الجمهورية أمس، والمباراة يعني أقيمت على مجمع حمامات السباحة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. خليني بقى أرجع لأخبار النشاط الرياضي، وهبتدي بالفريق الأول لكرة الطايرة رجال اللي النهاردة هيواجه نادي بتروجيت في بطولة الدوري. المباراة النهاردة هتكون الساعة 8 على ملعب صالة المركز الأولمبي بالمعادي، والفريق الأول لكرة الماء رجال النهاردة هيواجه برضو نادي الزمالك في بطولة كاس مصر. المباراة النهاردة هتكون الساعة 8:30 وهتقام على مجمع حمامات السباحة في نادي هليوبلس. كمان خليني اتكلم شوية عن اخبار الفريق الاول لكرة السلة، يعني سواء كان رجال او سيدات. الفريق الاول لكرة السلة رجال بقيادة كابتن اشرف توفيق، وسيدات بقيادة كابتن علي هاشم. الاثنين الفريقين بيواصلوا تدريباتهم هنا بمقر النادي للفترة المقبلة والتحديات المقبلة يعني اللي هتكون، والمباريات يعني اللي هتكون في بطولتين اللي جايين، بطولة كاس مصر ودوري السوبر. يعني سيدات النادي الاهلي هيواجهوا الترام يوم 16 ويوم 13، يعني اول مباراه يوم 13 طبعا هتكون هنا في مقر النادي على صاله الشهداء، والمباراه الثانيه يوم 16 هتقام على صاله نادي الترام بالاسكندريه. الماتشين دول هيكونوا من ثلاث ماتشات النادي الاهلي المفروض يعني يتاهل بعد يفوز على نادي الترام في المباراتين. لو فاز في مباريتين يعني هيكتفي بده ومش هيلعب المباراه الثالثه، وهيكون تاهل يعني بشكل رسمي لدوري السوبر للسيدات. ده بالنسبه لسيدات السله. بالنسبه لرجال السله، في يعني بطوله كاس مصر في دور ال 16 بكره ان شاء الله يعني هيواجه نادي الشرقيه للدخان على ملعب النادي الشرقيه للدخان بكره ان شاء الله الساعه 6. الفريق يا كريم يعني برده بيستعد بشكل قوي جدا، ادى بعض التدريبات الفتره الماضيه بشكل قوي عشان يعني يقدر يظهر بأداء يعني مشرف ويليق باسم النادي الأهلي أمام نادي الشرقية للدخان. كمان في بطولة سوبر بطولة الدوري السوبر، النادي الأهلي برضو رجال هيواجهوا نادي جزيرة الورد يوم 16 ويوم 19. أول مباراة 16 هتقام هنا على صالة الأمير عبد الله فيصل بمقر النادي، ويوم 19 إن شاء الله هتقام على صالة نادي جزيرة الورد يوم 19 على يعني على صاله جزيره الورد بالمنصوره الساعه 6. يعني كل دي المباريات دي للفريق الفرق الرياضيه، طبعا بتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه، وكمان التوفيق للفريق الاول لكره القدم في مشواره في بطوله الدوري ومشواره الفتره المقبله في بطوله كاس العالم للانديه. يعني انا كريم وانا هواند معاكم على مدار اليوم، طبعا لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو.